بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، أقامت جمعية مصارف البحرين احتفالية في العاصمة الأمريكية واشنطن تحت عنوان 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي في المملكة. وجاءت الاحتفالية بالتزامن مع استضافة واشنطن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي في مملكة البحرين، كان هذا عنوان الاحتفالية التي نظمتها جمعية مصارف البحرين في العاصمة الأمريكية. وحرصت وفود كثيرة من مختلف دول العالم على المشاركة في الفعالية التي أقيمت بالتزامن مع اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. يعني احنا نستغل هذه المناسبة بوجود هذا العدد الكبير من المسؤولين لإبراز البحرين والمركز البحرين المالي، واللي يعني هو بحد ذاته انه مرور 100 سنة من الخدمات المصرفية في البحرين، هذا بروحه مؤشر كبير على مكانة البحرين وتاريخها الطويل في هذا المجال. وشرعت البحرين مركزا ماليا رائدا في المنطقة، وبدأت باتخاذ خطوات واسعة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي. الاجتماعات هذا الصندوق يحضرها كثير من البنوك الدولية ومن العالم، يعني تقدر تشوف بنوك كبيرة جاية من آسيا، من المنطقة العربية، من أوروبا، من أمريكا، من أمريكا اللاتينية، من الدول الأفريقية. فبالنسبة لنا هنا يعني يساعدني أنا، يعني بدل ما أروح أمريكا اللاتينية وقابل وزير المالية وقابل محافظ البنك أو قابل البنوك، في خلال هذه الفعاليات أقدر أسوي برنامج ليومين أو 3 أيام وأحضر وأبتدي أجتمع مع هذه المؤسسات المالية في واشنطن. تحديات كثيرة وإنجازات أكثر مر بها القطاع الذي نجح في وضع أسس متينة يستند إليها العمل المصرفي اليوم. 100 عام من ريادة البحرين، ولهذا أنا فخور كوني الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني، وأن أكون جزءا من هذا التاريخ وهذا التحول في العصر الرقمي. البحرين في عنده ريادة في عدة مجالات، حتى فمو غريب أن يكون البنكينج أو المصرفية تكون عندنا بادية، ومئة عام يدل على العراقة اللي في الموجودة في البحرين وفي أهلها. ويلعب القطاع المصرفي في البحرين دورا بارزا في ازدهار الاقتصاد الوطني. 100 عام من الخدمات المصرفية في البحرين استطاعت خلالها أن تكرس مكانتها كرائدة في عالم المصارف والتجارة، ولذلك أقامت جمعية مصارف البحرين هذه الاحتفالية في واشنطن بالتزامن مع اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في إشارة إلى الدور المحوري للبحرين في مجال الخدمات المصرفية. تلفزيون البحرين، إسلام برقة، واشنطن.